غادر وفد تابع لمجلس الوزراء إلى الرياض للترتيب لزيارة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء للمملكة العربية السعودية التي ستبدأ غدا الثلاثاء وتستمر يوما واحدا، ومن المنتظر أن يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين السعوديين لبحث التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وبالإضافة إلى أن الوفد سيبحث سبل دعم الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة. السفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر في الرياض معنا الآن عبر الهاتف. أهلا بك سعادة السفير. أهلا وسهلا، مساء الخير. دلالات هذه الزيارة بتقرأها إزاي سعادة السفير؟ يعني دلالتها يعني تأتي هذه الزيارة في وقت في غاية الأهمية بالنسبة لمصر. طبعا كما نعلم جميعا هذا تواصلا مع الموقف السعودي المساند والمؤيد لمصر والذي تبدى واضحا عقب ثورة 30 يونيو في صدور البيان الخاص من خادم الحرمين الشريفين، والذي أوضح الموقف السعودي المساند والداعم والمؤيد لمصر، وكان موقفا فاصلا وفارقا لما قبله وما بعده، والذي أدى إلى يعني تحول مواقف العديد من الأطراف سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وما عقب ذلك من تقديم حزمة من المساعدات من المملكة العربية السعودية لمصر قوامها 5 مليارات من الدولارات ونعلم تفاصيلها جميعا. وأعقب هذه الحزمة من المساعدات تقدم الدول الخليجية الكويت والإمارات العربية المتحدة بحزمة معتبرة أيضا من المساعدات، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في أن تستطيع مصر تواجه المصاعب الاقتصادية التي مرت بها. طيب لو هنتكلم اقتصاديا يعني الجانب الاقتصادي للزيارة، المحور الأساسي لهذه الزيارة هو بالفعل دفع العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري ما بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع بما يتناسب مع المكنات التي يوفرها اقتصاد كل من البلدين، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر. كما نعلم جميعا أن السعودية تحتل المرتبة الأولى على قائمة الاستثمارات من الدول العربية وفي عدد كبير من المشروعات، والحقيقة هناك رغبة مشتركة من الجانبين في زيادة هذه الاستثمارات في مصر، لكن هذا سيأتي تواصلا مع الملتقى الاستثماري الخليجي الذي عقد في القاهرة في مطلع ديسمبر الماضي، وكان والذي أكد خلاله المستثمرون من منطقة الخليج وبصفة خاصة من المملكة العربية السعودية على رغبتهم في زيادة الاستثمارات. طيب يعني بالنسبة للمستثمرين ورغبتهم في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، ولكن هل في كلام على حزمة مساعدات سعودية رسمية جديدة؟ الحقيقة ليس لدي حتى الآن يعني ما يشير إلى تقديم حزمة مساعدات جديدة، ولكن هذا الأمر مطروق إن شاء الله للتباحث ما بين الوزراء الخمسة المصاحبين ل سيادة رئيس الوزراء. سوف يلتقون مع نظرائهم على الجانب السعودي للتباحث في كافة أوجه العلاقات ما بين البلدين. شكرا جزيلا لك سفير عفيفي عبد الوهاب السفير المصري في الرياض متحدثا عن زيارة حازم الببلاوي إلى الرياض غدا.